السلام عليكم. بنشوف ناس كتير على النت وعلى اليوتيوب بينشروا افلام، وناس كتير قوي بتلاقي حاطط اكتر من اعلان في الفيلم، معنى كده ان هو ما جالوش حقوق طبع ونشر. بنشوف ناس كتير بتعمل حاجات كده في الصوت وبتعمل حاجات في الصوره بحيث انها بتقدر تعدي حقوق طبع ونشر عن طريق الافلام. بنشوف ناس بتكسب فلوس كتيره جدا عن طريق الافلام من اليوتيوب. بنشوف ناس بتحقق ملايين المشاهدات وبتوصل لاول الترند عن طريق برضو نشر الافلام عن طريق اليوتيوب. معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك، وفي حلقه النهارده هنتعلم ازاي نقدر نستثمر افلام على اليوتيوب. بس قبل ما نبدا اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب القناه عشان نوصل ل 4000 مشترك، ولو عجبك الفيديو ان شاء الله اعمل شير للفيديو. اول حاجه انت لازم تحددها بنفسك، انت هتستثمر افلام قديمه ولا جديده. طيب ايه هو الفرق يا مصطفى بين الافلام القديمه والجديده؟ انا اقول لك الفرق. لو هتستثمر افلام قديمه، مثلا احنا حاليا في 2017، هتستثمر افلام من 2000، من سنه 2000 تمام لحد 2013، انا احب اقول لك انك كده مش هيجيلك اي حقوق طبع ونشر. ازاي يا مصطفى؟ هو الكلام ده حقيقي؟ ايوه الكلام ده حقيقي. انت من سنه 2000 لحد 2013، او قبل 2000 طبعا لحد 2013، مش هيجيلك اي حقوق طبع ونشر على اي فيلم تمام. ودور على اليوتيوب ودور على افلام مصريه من اول 2013 لحد قبل كده وشوف، هتلاقي كل الافلام اللي انت عايزها موجوده على اليوتيوب. طبعا ساعتها هتقابلك مشكله كبيره جدا، وهو ان معظم الافلام اللي اتنشرت من قبل 2013 و2013 وقبلها موجوده على اليوتيوب. فانت حاول بقى تجيب فيلم من اول 2013 وقبل كده، او 2014 وقبل كده، يكون ما اتنشرش على اليوتيوب او مش منشور بكثره على اليوتيوب. وده فعلا انت هتلاقي افلام كتيره جدا، هتلاقي افلام كتيره جدا 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 ما اتنشرتش على اليوتيوب. فانت حاول انك تكون انت اول واحد نشر الافلام دي، وحاول تجيب افلام وتحط عناوين جذابه للافلام بحيث لو حد مش مصري او حد اجنبي او حد من الوطن العربي بص على العنوان يقدر انه يخش على الفيلم ويشوف الفيلم. ممكن نبقى نعمل حلقه خاصه بالعناوين الجذابه. يبقى احنا كده اتكلمنا على الشق الاول، وهو الشق بتاع الافلام القديمه تمام، لو انت بتنشر فيلم قديم. طيب لو انا عايز بقى اركب الترند وانشر فيلم جديد وفيلم لسه بدور العرض ومنشور بتصوير سينما مثلا او تصوير جيد تمام، ويكون انا اول واحد نشر الفيلم ده ومش عايز حقوق طبع نشر، طيب ساعتها بقى نتكلم فيه كذا حاجه. اول حاجه انك لازم تعمل الفيلم ده في سيم السينما. ازاي في سيم السينما؟ يعني بالشكل ده كده تمام. يكون انا هسيب لك الصوره دي اسفل الفيديو، هتخش على الصوره دي وممكن تشيل الجرين سكرين دي او تسيبها تمام. هي دي سيم السينما، انك بتحط الصوره دي بالشكل ده وبعد كده بتركب الفيديو عليها عشان يبقى موجود بالشكل ده تمام، والفيديوهات تفضل شغاله بالشكل ده، الفيلم هيفضل شغال بالشكل ده تمام يا شباب. هو ده سيم السينما. عشان ما نتكلمش كتير في النقطه دي، هي نقطه بسيطه جدا تمام، الفيديو بيبقى موجود على الصوره بالشكل ده كده تمام. طيب تعالى ننتقل للنقطه الثانيه عشان ما نطولش كتير. النقطه الثانيه يا شباب، وهي انك تنشر ترجمه على الفيلم. طب ليه؟ هي الترجمه مهمه؟ ايوه ترجمه مهمه جدا. اول حاجه الترجمه دي، اولا لو حتى صاحب الفيلم او الشركه المنتجه للفيلم ليها قناه طبعا على اليوتيوب، الشركه دي لو هتشيلك الفيلم فممكن ما تشيلوش تمام، لان اولا الشركه دي مش هتنزل الفيلم على اليوتيوب، ثاني حاجه انت اولا بتعمل لهم اشهار، وثالث حاجه انت بتخلي ناس من دول تانية، طبعا على حسب الدوله اللي انت بترجم ليها، بتخلي الناس من دول تانية تشوف الفيلم. فدي حاجه رهيبه، وحاجه ممكن هم نفسهم يعجبوا بالفكره دي ويبداوا يدعموك كمان وما يشيلوش الفيلم، يدعموك ان هم ما يشيلوش الفيلم. هل ده حصل؟ ايوه حصل، وناس عملوها كتير جدا، وكان الفيلم عربي وتم ترجمته للغه فرنسيه وجاب مشاهدات عاليه جدا. اولا جاب اكتر من 2 مليون مشاهده او 3 مليون مشاهده، دلوقتي حاليا في اليوتيوب جاب اكتر من 3 مليون مشاهده، وكان نزل اول ما الفيلم نزل في السينما، فكان الموضوع خطير جدا وكان ممكن يتحذف، ولكن الفيلم نزل واتشاف وجاب 3 مليون مشاهده، و يعني تم الربح منه بشكل كبير جدا جدا جدا. فاعتقد الموضوع شغال 100%، فاعتقد ان الترجمه دي حاجه مهمه تمام، فلازم تاخد بالك من موضوع الترجمه ده. يبقى كده احنا اتكلمنا في حاجتين، عشان بس ايه بدانا معاك كده جزء من ازاي ممكن تنشر فيلم على الانترنت او على اليوتيوب. طبعا في اجزاء تانية وفي حاجات تانية وفي تريكات تانية ان شاء الله هنبقى نتعلمها بعد كده، ولكن دي كانت حاجه بسيطه بس كده عشان نفهمها. طب نعيد كده الكلام الاول. اول حاجه انت في شقين، شق انك تنشر الفيلم فيلم قديم من قبل 2013 او من قبل 2014، وتبدا تنشر الافلام دي تقريبا مش هيجيلك حقوق طبع ونشر، يعني 95% مش هيجيلك حقوق طبع ونشر. طيب لو عايز انشر فيلم جديد عشان اجيب مشاهدات عاليه واضمن مشاهدات واجيب ترند كويس، فانت لازم تتبع الخطوتين اللي انا قلت عليهم. اولا تعمل سيم السينما اللي انا وريته لك اللي هو ده تمام. تاني حاجه انك تعمل ترجمه للفيلم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لو اتبعت اللي انا قلت عليه ده، ان شاء الله بنسبه 95% مش هيجي لك ان شاء الله حقوق طبع نشر.
اتمنى ان ما اكونش بس قصرت مع اي حد في اي حاجه في الفيديو ده، وان شاء الله في حاجات تانية وتركات تانية هننشرها بعد كده باذن الله في الربح من الافلام والمسلسلات ان شاء الله بعد كده. الطريقه دي تنفع مع الافلام فقط، الافلام فقط يا شباب، تمام؟ ما حدش يستخدمها على المسلسلات، لان المسلسلات غالبا بتنزل اصلا على اليوتيوب، فهيجيلك مخالفه هيجيلك مخالفه. كان معكم مصطفى من قناه مستر ممتك. شوف الفيديو واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي. تنساش تعمل لايك الفيديو، سبسكرايب القناه عشان نوصل ل 4000 مشترك، وشير الفيديو عشان ناس تانية تشوف الفيديو، وان شاء الله الناس تانية دي كمان تستفيد. كان معكم مصطفى من قناه مستر ممتك مره تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. America, 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 America.